بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا المنظر الجميل في مدينة رانيا في العرق في يوم 3/4/1434 هجرة، بعد حياة الفقير إلى الله دحيم بن حمد الحماد. ولما رأيت هذه المناظر الجميلة شرق رانيا أحببت أن أتلو هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما. وفي الختام أشكر الله أولا وآخرا، ثم أبو فهد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.